أيضا في هذه اللحظات فتحت البوابات واندفعت فئة الإنتاج عمر السنتين التي لم تربع على بركة الله تعالى في شوطنا الثاني من علامة 1600 متر. يجوز في المركز الأول، المركز الثاني فزع في هذه اللحظات. الانطلاقة في هذه اللحظة أيضا نشاهدها لرقم 15 في هذه اللحظة مهجوجة، ومحاولة للتقدم في هذه اللحظة إلى المركز الثاني، تراجع ليجوز المركز الثالث والمركز الأول لفزع لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مع بداية هذا الشوط. فيما المحاولات تشاهدها أيضا لمرونق أيضا في التقدم في هذه اللحظة إلى المركز الرابع، وكذلك رقم 12 ماردين في المركز الخامس في هذه اللحظات. فيما الصدارة لا زالت لفزاع والمطاردة والملاحقة ليجوز، وكذلك لرقم 15 مهجوجة في هذه اللحظات. وأيضا المحاولة تأتي أشاهدها في هذه اللحظات لمرونق في المركز الخامس والمركز الرابع لرقم 12 ماردين في هذه اللحظات. التقدم ليجوز يعود إلى الصدارة، يجوز الآن مع تراجع أيضا لفزاع المركز الثاني مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، لفئة الانتاج عمر السنتين التي لم تربح يجوز يأخذ زمام المبادرة والصدارة، المنعطف الأول بداية الخط المستقيم. مشاهدين الكرام، الانطلاقة في هذه اللحظات تأتي لأربعة، أخو العيال من الخارج الآن، أخو العيال يحاول أن يتقدم ويجوز من الداخل، في ممرونق أيضا يحاول من الوسط في هذه اللحظة. مشاهدين الكرام، أخو العيال يجوز يأتي من الداخل، أخو العيال من الخارج يجوز يعود إلى الصدارة والمركز الأول بكل قوة، يجوز لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الله، المركز الثاني ذهب لمصلحة أخو العيال، المركز الثالث على ما يبدو لمرونق.